المحاضرة الخامسة. الأول part current to voltage converter، دي عكس الدايرة اللي قبل دي على طول اللي بتحول الفولتج لتيار. التعريف بتاع الكرنت تو فولتج كونفرتر انه بيدخل عليه تيار ثابت، هو بيدينا اوتبوت فولتج في بيتناسب مع التيار اي. في ايه الهدف من الموضوع ده؟ ان في ترانسديوسرز او سنسورز زي ما بتسمى احيانا كتير بتدي الكتريك كرنت ان ريسبونس تو سم فيزيكال كوانتي، يعني الفوتو دايت برديوس الكتريك كرنت ان ريسبونس تو الكتروماجنتيك راديشن ان ذا رينج فروم انفراريد تو فيزيبل لايت. في كتير من الحاجات، وفي البيزو كريستالز بتنتج كرنت في حالة انها تتعرض الى بريشر، يعني لما تنضغط بتدي تيار. مطلوب دلوقتي ان احنا يبقى عندنا دايرة تحول الكرنت الى فولتج، او تديني فولتج في نوت بروبورشنال تو ذا كرنت اي. زي ما هو واضح في الدايرة، الكرنت اي داخل مباشرة على النون انفرتنج، على الانفرتنج انبوت. التيار ده المفروض ان هو بيتجزا الى سمول اي، والتيار اللي ماشي في المقاومه ار. زي ما قلنا قبل كده ان سمول اي اللي هو التيار بتخش على الاوب ام ده زيرو، وبالتالي التيار اي هو هيمر بالكامل في المقاومه في الفيدباك، وهيديني اوتبوت عباره عن سالب اي في ار. يعني الاوتبوت فولتج هيبقى متناسب مع اي، وثابت التناسب ده اللي هو المقاومه المحطوطه. على بقدر ما احنا محتاجين الاوتبوت فولتج يبقى كبير بنكبر المقاومه. في عندنا كمان البيزو الكتريك ترانسديوسرز، دي عباره عن كريستال بتولد الكتريك تشارج ان ريسبونس تو ديفورميشن. يعني ايه ديفورميشن؟ لما تنضغط الكريستال بيحصل لها ديفورميشن، بتطلع على ما بين السطحين اللي احنا عرضناهم للضغط بتطلع فولتج، بتطلع في نوت، ويبدو كما لو كان لها كما لو كانت كرنت سورس ومتوصل معها على التوازي كاباستر. لو في فورس بتضغط الكريستال فبتعمل ديسبليسمنت اكس اللي هي مقدار الانضغاط. الترانسديوسر جنريتس تشارج كيو عبارة عن كونستانت في الديسبليسمنت اكس. السيركت موديل بيتكون من كرنت سورس ان باراليل ويز اي كاباستور، زي ما هو شايفينه كده. ده الموديل الخاص بالبيزو كريستال. البيزو كريستال دي ممكن تبقى كوارتز ساندويتشد بين تو كوندكتنج الكترودز، يعني محطوطه ما بين طبقتين موصلتين. الالكترودز بيكونوا كما لو كان بارلل بليت كاباسترز. الاوتبوت فولتج في نوت هيبقى 1 على سي تكامل الاي دي تي، او هيبقى 1 على سي تكامل الاي دي تي اللي هو بيديني التوتال تشارج كيو. وزي ما قلنا قبل كده ان التشارج بتتناسب مع الديفورميشن او ازاحه الانضغاط اللي حصل في الكريستال. فالانضغاط لو كان لمسافه اكس فهيبقى كي بي في اكس على مكان الكيو مقسومه على سي. فالدائره الصغيره اللي احنا حاطينها دي احنا بنسميها تشارج امبليفاير. تشارج امبليفاير يعني ايه؟ يعني التشارج اللي هي بتتولد على الكريستال بتبقى صغيره خالص، والسمول اي برضو كميه صغيره. فاحنا بنحط الدايره اللي قدام حضراتكم دي اللي هي عباره عن فيدباك كاباستور سي اف، والكريستال موجوده في الانبوت بتاع الدايره على الانفرتنج انبوت. الاوتبوت فولتج هيبقى
واحد على سي اف سالب واحد على سي اف في التكامل بتاع الاي اف دي تي، هيبقى سالب واحد على سي اف تكامل الاي دي تي اللي هو الكيو، وبالتالي الاوتبوت فولتج هيبقى بالسالب كيو على سي اف. طبقا لان للفاليو اوف سي اف بنقدر نكبر التشارج او نحصل على فولتج كبير يتناسب مع الشحن. الهدف طبعا ما هوش للبيزو كريستال ولا غيره، احنا كله بنعمل ديفرنت ابلكيشنز باستخدام الاوب امب. يعني البيزو كريستال از نوت ان اتسيلف، از نوت انتندد ان اتسيلف، ولو ان هتلاقوا البيزو كريستال دي قدامكم كتير لما تيجوا تتكلموا على الالترا ساوند، وانها بتتولد عن طريق ان انا احط سكوير ويف او سينوسويدال سيجنال على الكريستال، وبالتالي هي هتبدا تعمل العكس، تبدا تعمل حركه للسطح، الحركه دي هي اللي بتولد الميكانيكال ويف. من ضمن الابلكيشنز بتاع البيزو ترانسديوسر البلات بريجر، يعني هي حساسه جدا الكريستال، مجرد ما بنضغطها بتطلع تشارج. على فكره في البيوت عندكم كل واحد عنده بيزو كريستال موجوده في الولاعات بتاع البوتاجاز، مجرد ما الكريستال بتنضغط بتطلع تشارج، التشارج دي بتشحن مكثف وبعدين تديس تشارج بتعمل شراره، الشراره دي بنستخدمها في اشعال المواقد الغازيه. ف دي ممكن ديت واحده بتحول الضغط الى شراره عشان نقيد، او ان احنا البلاد بريجر ميجرمنت الترانسديوسر اللي هو بيقيس البلاد اللي بتحط على معصم الايد الصغير بيبقى فيها كريستال، الكريستال دي بتمشي مع الضغطات بتاع ضغط الدم، بيحصل بريجر على الكريستال، الكريستال بتنضغط وبالتالي بتولد التشارج. الالتراسونيك ترانسديوسر اخر حاجه بنتكلم عليها بتشتغل بالعكس، لو احنا ضغطنا الاسطح بتولد تشارج، ولو احنا حطينا فولتج على الكريستال البوزيتيف فولتج اللي هو هيجي هيضغطها لاسفل، النيجاتيف هيتركها ترجع تاني لوضعها. حركه السطح التذبذبيه دي بتعمل تضغط وتخلخل في الهواء اللي هي الميكانيكال ويف، اللي هي التردد بتاعها لو كان فوق النطاق السمعي فبتبقى الموجات اللي فوق السمعيه او الالترا سكند، الالترا سونيك او الالترا ساوند. نيجي بقى للموضوع المهم اللي هو مطلوب في حد ذاته، الاكتيف فلترز. الاوبريشنال امبليفاير ممكن نبني بيه كلاس كامل من الفلترز، لو باس، هاي باس، باند باس، اند باند ريجكت. الموضوع دلوقتي اللي احنا عايزين نشوفه الفلترز بصوره عامه، لما بيبقى عندنا سيجنال والسيجنال دي كوربتد بنويز، احنا محتاجين ناخد الاشاره ونترك النويز، نستبعد النويز او نشيلها. فطبقا للجزء اللي انا عايز اخده من الاشاره، لو انا عايز اخد اللو فريكونسي واهمل الهاي فريكونسي فبستعمل لو باس فلتر، فالفلتر بيكنى بالجزء اللي بيمرره مش بالجزء اللي بيمنعه. فهناخد اول نوع من الفلترز اللي هو اكتيف لو باس فلتر، اكتيف لو باس فلتر هو بيمرر الجزء اللو فريكونسي ويمنع الهاي فريكونسي، فعشان كده اسمه ايه لو باس، يمرر الترددات المنخفضه. فهنا the object of this filter is to pass signals in a specific low frequency range say من 0 لحد اوميجا and reject other signals with frequencies greater than اوميجا H. يعني بنحدد له نقطة على محور التردد، ما قبلها بيبقى rejected، ما قبل النقطة دي بيبقى passed، وما بعد الفريكونسي ده بيبقى rejected. طيب هنرجع بقى للجنرال انفيرتنج امبليفاير اللي هو فيه امبيدنس زد اف
او زيد 2 في الفيدباك وزيد 1 في الانبوت. الريليشن ما بين الاوتبوت والانبوت هتبقى في نوت على في اي هتساوي سالب زيد 2 على زيد 1. ممتاز. لاحظوا بقى اللو باس فلتر بنترك الانبوت ريزيستنس او الانبوت امبيدنس تبقى مجرد مقاومه ار 1، الفيدباك زد 2 جزئين على التوازي اللي هو ار 2 وسي. احنا هنمشي بنفس الخطوات اللي اتبعناها قبل كده، بمعنى ان احنا هنقول الفي نوت على الفي اي في الاس دومين هتبقى اللي هي الامبيدنس زد 2 على الامبيدنس زد 1. طيب زد 2 هجيبها منين؟ اللي هي ار 2 على التوازي مع الاكس سي. مرة أخرى الاكس سي بتساوي 1 على سي اس، هنتعامل معاها كما لو كانت مقاومات على التوازي، هنضرب الار 2 في الاكس سي على ار 2 زائد اكس سي، هتطلع ار 2 على 1 زائد ار 2 سي اس. الفي اوتبوت اوف اس على الفي انبوت اوف اس بتساوي سالب زد 2 على زد 1، هتساوي سالب ار 2 على ار 1 في 1 على 1 زائد ار 2 سي اس. الترانسفير فانكشن دي في الاس دومين. لما نيجي نتكلم عن الفلترنج فاحنا بنتكلم عن سينوسويدال سيجنالز. في التعامل مع السينوسويدال سيجنالز بنحط اس بتساوي جي اوميجا، وبالتالي الفي نوت على الفي اي هيساوي سالب ار 2 على ار 1 على 1 زائد جي اوميجا في سي في ار 2. خلينا نقول ان ار 2 سي هي عباره عن ده تايم كونستنت، هو مقلوب تردد هنسميه هنديله الرمز اوميجا نوت، يبقى 1 على اوميجا نوت. اما نعوض بقى في الترانسفير فانكشن اللي فوق هنقول دلوقتي الاوميجا نوت دي ماذا تعني؟ هيبقى في نوت على الفي اي هيساوي سالب ار 2 على ار 1 على 1 زائد جي اوميجا على اوميجا نوت. اوميجا نوت بنسميها الكت اوف فريكوانسي، بمعنى خلينا نرسم الفي نوت على الفي اي الماجنتيود بتاعتها. لما اجي اخد الماجنتيود الاشاره السالبه في الترانسفير فانكشن هتروح، البسط ده كميه ريال هيتنوا ار 2 على ار 1، والمقام الماجنتيود بتاعته هتبقى الجذر التربيعي الواحد زائد اوميجا على اوميجا نوت سكوير. نرسم بقى العلاقه اللي هي في نوت على في اي مع الفريكوانسي اوميجا. هو اوميجا از ذا انجلر فريكوانسي اكشوالي اللي هي بتساوي 2 باي اف. لما ابص على المعادله اللي موجوده قدامي مباشره ونحط اوميجا بتساوي 0 هيطلع في نوت على في اي الجذر التربيعي اللي تحت ده هيبقى فيه واحد بس، والفانكشن كلها هتبقى ار 2 على ار 1 هتساوي كونستنت. ده اللي احنا بنسميه الفلتر جين ات لو فريكوانسي، فهيبقى خط موازي لمحور التردد او الانجلر فريكوانسي اوميجا. النقطه الثانيه الاكستريم الاخر، لما اوميجا تروح للانفينيتي تبقى كبيره جدا، الجذر التربيعي هيبقى فيري لارج انفينيتي، وهيبقى في نوت على في اي هيبقى ار 2 على ار 1 مقسومه على ما لا نهايه اللي هي هتطلع زيرو. يبقى الفولتج جين بيساوي كونستانت عند الزيرو فريكونسي، عند اوميجا بما لا نهايه هيبقى زيرو. نيجي بقى عايزين ناخد النقطه اوميجا ايكوال اوميجا نوت. احنا كنا نوينا الموضوع ده واحنا بنتكلم عن الاوب ام، وقلنا النقطه اللي بيبدا عندها انحدار الجين او نقصه اللي احنا بنسميها الكورنر فريكوانسي. فاوميجا نوت هي اكشوالي الكورنر فريكوانسي، او احنا بنسميها احيانا الكات اوف فريكوانسي في الفلترنج. دي اما نقول عليها الكورنر يا اما نقول عليها الكات اوف، يعني معناها ان المرور من زيرو الاوميجا نوت از اوكي. بعد اوميجا نوت الاشاره بتبقى ديستورتد لفتره وبعدين تمنع نهائيا من المرور. اما اجي عند الكورنر بقى اوميجا بتساوي اوميجا نوت هلاقي في نوت على في اي هيبقى الجذر التربيعي فيه 1 زائد 1 اللي يبقى 2، ويبقى في نوت على في اي كي على جذر 2. لو خدنا اللو فريكوانسي جين هيبقى 20 لوك كي.
لو خدنا الجين عند الكورنر هيبقى 20 لوج كي على جذر 2، هتطلع الكمية دي 20 لوج كي ماينس 3 ال generally الفلتر جين is measured in decibel، يبقى 20 لوج في نوت على في اي هيساوي 20 لوج كي على الجذر التربيع الواحد زائد اوميجا على اوميجا نوت سكوير، هيبقى 20 لوج كي ماينس 20 لوج واحد زائد اوميجا على اوميجا نوت سكوير اس نص. عند الاوميجا بتساوي اوميجا نوت هيبقى الاوتبوت 20 لوج كي ناقص 20 لوج 2 الجذر التربيع للاثنين. 20 لوج الجذر التربيع جذر 2 هيطلع 3 ديسيبل، ويبقى الاوتبوت فولتج عند الاوميجا بتساوي اوميجا نوت اقل من اللو فريكوانسي جين او الكونستانت جين بمقدار 3 ديسيبل. تعال نشوف اكزامبل عشان يوضح الموضوع ده. لو ار 2 على ار 1 بتساوي 10 واوميجا نوت بتساوي 100 راديان، يعني الامبليفاير ده اللو فريكوانسي جين بتاعه 10 والكورنر فريكوانسي بيساوي 100 راديان بير سكند، في نوت على في اي هيساوي 20 لوج 10، 20 لوج 10 اللي هو هيطلع 20 ديسيبل اللو فريكوانسي جين. لما نيجي عند الكورنر هيبقى 20 لوج 10 ناقص 20 لوج جذر 2 اللي هي هتطلع 17، يبقى عند نقطة الكورنر الجين بيساوي 17 ديسيبل، وهي فعلا أقل من الجين عند اللو فريكوانسي بكام؟ ب 3 دي بي. الأمبليفاير اللي هو شغال في الحالة دي لو باس فلتر، الإشارات كلها اللي في المنطقة من زيرو لحد أوميجا نوت بتتكبر 10 مرات، أو بنقول إن الجيم بتاعه في الحالة دي 20 لوج 10 اللي هو 20 دي بي. بعد الكورنر فريكونسي بيبدأ الاتنيويشن للإشارة تنخفض، وبعدين بعد شوية بيشيل الإشارة تمام. فإحنا بنعتبر إن الإفكتيف باندويدز اللي هو بتمر فيه الإشارة اللي هو من صفر لحد أوميجا. احنا عايزين بقى العكس، الامبليفاير العكسي اكتيف هاي باس فلتر. هاي باس يعني ايه؟ يعني انا عندي اشاره عايز اخد الجزء الترددات العاليه منها واشيل الجزء بتاع اللو فريكوانسي. طيب نعمل الحكايه دي ازاي؟ خلي بالكم احنا كنا بنستعمل في استخدامات كتيره او للفلتر زي هنشوفها فيما بعد. ازاي اجيب الفولت الترانسفير فانكشن بتاع الفلتر؟ زي كل مره في نوت اوف اس على في اي هتبقى ار 2 على زد انبوت. زد انبوت عباره عن ار 1 وسي على التوالي، هتبقى ار 1 زائد 1 على سي اس، البسط في ار 2 والاشاره السالبه بتاع الانفرتنج. عايز احطها في فورم مناسبه فحضرك في سي اس البسط والمقام، هتبقى سالب ار 2 سي اس على 1 زائد ار 1 سي اس. في الفريكوانسي دومين هشيل اس واحط جي اوميجا، يبقى في نوت على في اي هتبقى سالب جي اوميجا ار 2 سي على 1 زائد جي اوميجا ار 1 سي. انتبهوا بقى معايا كده، عند اوميجا بزيرو في نوت على في اي هيساوي زيرو. شور لو خدنا الماجنتيود هنلاقي ان عند اوميجا بصفر الاوت الجين او الفولتج ريشيو بتساوي زيرو، الجيم بزيرو. لما احط اوميجا بما لا نهايه هنلاقي ان الاوتبوت هو عباره عن ار 2 على ار 1. ناخد الليمت كده لما اوميجا تندس تو انفينيتي هنلاقي ان اللي هيتبقى هو ريشيو ار 2 على ار 1، فهيبقى البوت دياجرام او الرسم الفريكوانسي ريسبونس بتاع الفلتر هيبقى في المنطقة الترددات المنخفضة اللي هي أقل من الأوميجا نوت، أقل من الكورنر، كل ده مش موجود بتشال، وما بعد الكورنر كل الفريكوانسيز بتمر، فده احنا بنسميه هاي باس. باند باس احنا عايزين الباند باس،
يعني انا مش عايز امرر الترددات المنخفضه ولا الترددات العاليه، انا عايز ارفض امرر منطقه من المنتصف من وسط الاشاره واشيل الترددات المنخفضه والترددات المرتفعه، فده احنا بنسميه باند باس. باند باس يعني يمرر باند محدده من منتصف الفريكوانسي ريسبونس بتاع الاشاره. السبيكترم بتاع الاشاره بيبدا من فيري لو وينتهي عند فيري هاي. احنا هنشيل الجزء بتاع اللو فريكوانسي والجزء اللي فيه هاي فريكوانسيز، واخد بس باند من منتصف، مش من منتصف اقصد الميدل، لا يعني جزء ما من الاشاره ما دون اللو وما دون الهاي. هنا الدايره زي ما حضراتكم شايفين الباند باس فلتر، هيبدو الفيدباك عباره عن ار 2 وسي 2، الانبوت ار 1 وسي 1 على التوالي. لما احب احسب زد 2 هتبقى ار 2 وسي 2 باراليل، هتبقى ار 2 توازي 1 على سي 2 اس، هيبقى حاصل الضرب على حاصل الجمع هيديني ار 2 على 1 زائد ار 2 سي 2 اس. اجين زد 1 عباره عن ار 1 بلس 1 على سي 1 اس، اما نوحد المقام هيبقى المقام سي 1 اس والبسط ار 1 سي 1 اس بلس 1. فاينالي في نوت على في اي هيبقى سالب ار 2 سي 1 اس على 1 زائد ار 1 سي 1 اس في القوس الثاني 1 زائد ار 2 سي 2 اس. لاحظوا هنا ان عندنا 2 كورنر مش واحد. الكورنر الاولاني مرتبط بالتايم كونستانت ار 1 سي 1، والكورنر الثاني مرتبط بار 2 سي 2. الكورنر اللي هو مرتبط بار 2 سي 2 اللي هو الاوميجا لو، اللي هو بدايه التردد المنخفض للتمرين، اللي هو بدايه البند اللي هتمر، فاوميجا لو 1 على ار 2 سي 2. الاوميجا هاي بتساوي 1 على ار 1 سي 1. الاوميجا 1 اللي هي 1 على ار 2 سي 1 دي هنشوف الديفينيشن بتاعها دلوقتي. في نوت على في اي هيبقى جي ار 2 اوميجا على اوميجا 1، احنا حطينا الار سي المقلوب التايم كونستنت بنحطه بالكورنر، فبقى عندي اوميجا على اوميجا ال واوميجا على اوميجا اتش. لما ناخد اوميجا 1 بتساوي 1، اوميجا اتش بتساوي 100، اوميجا ال بتساوي 10. عايزين نعمل ديزاين، الديزاين ده هيقرا ايه؟ هيبقى عندي الامبليفاير بيبدا يمرر السيجنال ما دون من اوميجا ال لحد اوميجا اتش، ما دون اوميجا ال بيحذفه، ما اعلى من اوميجا اتش بيحذفه، فهو بيمرر الترددات من اول 10 راديان لحد 1000 راديان، اللي اقل بيشيل واللي ابعد بيشيل. الاوميجا 1 اللي هي مرتبطه بالار 2 سي 1 دي عباره عن ايه؟ المنطقه اللي بيبقى فيها الجيم بيساوي يونيتي. لو بصيتوا عليها على الرسم هتلاقي اوميجا 1 مصاحب لها في نوت على في 1 بتساوي 1. بنقول ان اوميجا 1 ريبريزنتس ذا فريكوانسي ات ويتش ذا جين از 1 وبنسميه اليونيتي. نروح بقى على اخر نوع اكتيف باند ريجكت فلتر، يعني انا عكس الباند باص هحدد باند وهي دي اللي اشيلها واسيب الترددات المنخفضه والترددات المرتفعه. يعني الفلتر ده بيمرر الهاي فريكوانسي واللو فريكوانسي لكنه بيريجكت باند معينه في منتصف السبيكترم بتاع الاشاره. اما نبص على الاوب امب سيركت الموجوده اللي هي شغاله باند ريجكت هنلاقي الانبوت ريزيستنس فيري سمبل ار 1، الاوتبوت الفيدباك في ار 2 في باس 1 على ار 2 وفي باس 2 ال وسي مع بعض. هنركز شويه مع بعض عشان نعرف الاكتيف باند ريجكت فلتر بيشتغل ازاي. ناو زد 1 هي ار 1، زد 2 عباره عن تو ديفرنت باسز، واحد منهم في ال سي سيريز واحد منهم في ار.
خلينا نبص على الباس اللي فوق اللي هو ال والسي مع بعض. تخيلوا معايا كده، لو احنا حطينا فريكوانسي زيرو، إشارة التردد بتاعها صفر عشان التيار عايز يمر في ال والسي. لو الأوميجا بتساوي زيرو المكثف هيبقى اوبن وهيفتح الباص 2، ولو أوميجا بتساوي ما لا نهاية الكويل ال هو اللي هيبقى اوبن. فعند الترددات المنخفضة جدا والمرتفعة جدا باص 2 بيبقى مفتوح. عند الزيرو السي بيبقى اكس سي واحد على اوميجا سي بتبقى انفينيتي، وعند الانفينيتي ايضا. طيب الار 2 فريكوانسي اندبندنت باس، ال 2 الجي اوميجا ال زائد واحد على جي اوميجا سي فريكوانسي ديبندنت. فلما اوميجا بتساوي زيرو الاكس ال بتساوي واحد على جي اكس سي واحد على جي اوميجا سي بتبقى اوبن سيركت. عند اوميجا بما لا نهايه الاكس ال اللي هي جي اوميجا ال بتبقى اوبن سيرك. فالمسار العلوي مفتوح عند الترددات المنخفضه والترددات المرتفعه. اتبقى ايه؟ اتبقى ايكوفالنت سيركت اللي هي قدامنا دي، دي فور زيرو اند فور اوميجا ايكوال. الايكوفالنت سيركت ان فيجر 2 for any low frequency and very high frequency the gain is constant. V naught على VI هيساوي سالب R2 على R1. عند أوميجا بتساوي أوميجا نوت اللي هو الريزونانس فريكونسي، هتبقى أوميجا نوت بتساوي واحد على جذر LC، هيبقى J أوميجا L ناقص واحد على أوميجا C اللي هتخلي الجزء ده بيساوي زيرو. الإيكوفالنت سيركت هتبقى بهذا الشكل، ومن هنا هيبقى V نوت بيساوي زيرو فور أوميجا بتساوي أوميجا C. V نوت على VI هيساوي زيرو. الموضوع ببساطة شديدة إن عن ما بين النقطتين اللي أنا هحددهم مش هيبقى فيه output voltage، لكن ما دون ذلك موجود وما بعد ذلك موجود. حد ممكن يستغرب يعني ايه الفلتر العجيب ده اللي بيشيل حتة من نص الإشارة، يعني ممكن الهاي فريكوانسي الهاي فريكوانسي موجود اللو فريكوانسي موجود واجي على تردد في المنتصف بتاع السبيكترم واشيله. دي هقول عليها مثال صغير. لو احنا بنعمل ميجرمنت حاطين سنسور بنقيس اشاره، والاشاره ديت كوربتد من الباور سبلاي، الباور سبلاي معروف ان هو ال 50 هرتز فهو اللي عامل المشاكل، فبنحط الامبليفاير بحيث ان هو عند النقطه دي بالتحديد يشيل الوش ده بيشيل ال 50 هرتز. فده هي قيمه البندري زي ما حضراتكم شايفين. الاوميجا نوت النقطه اللي انا عايز ال 50 هرتز هي دي اللي تتشال كده، هيوقف ويمرر اللي قبل كده واللي بعد كده، وبالتالي يقلل جدا الكوربشن اللي جاي من ال 50 هرتز او من اي سبلاي اكون انا عارف الحدود بتاعته. مره اخرى التصميم بتاع الامبليفاير فيري ايزي. كل ما هناك الجين اللي احنا محتاجينه قبل وبعد، ده اللي بتحكمه العلاقه ار2 على ار1. منطقه اللي بيحصل فيها الرنين اوميجا نوت اللي هي بتديني انخفاض مطلق، دي عند المنطقه دي بنختارها عن طريق واحد على جذر ال سي. شكرا لكم.